اهلا وسهلا بكم وبكل مستمعي قناه اليوم. طبعا كما ذكرت الاحتلال التركي دائما يحاول عبر سياساته المرسومه في مناطق شمال شرق سوريا، ليست هذه المره الاولى التي يقطع فيها المياه عن مدينه الحسكه، هي المره السادسه. كما نعرف كل فتره يعمل الاحتلال التركي الى افتعال شيء من الثغور، راينا في مناطق السريكانية قبل اشهر ايضا من خلال محاولات الاحتلال التركي ادخال حالات مصابه بفيروس كورونا. هذه السياسات ليست غريبة عن تركيا وما تقوم به في المنطقة. كما نعرف الدولة التركية دائما تتبع السياسة في المناطق المحتلة، سواء كانت في عفرين أو في مناطق جريسفيس الأبيض أو في مناطق رأس العين، من خلال القصف المتعمد لتلك المناطق. كما نعرف أيضا قصف المناطق الحيوية مثل المشافي ومصادر المياه، يقوم بهذه السياسات بين الفينة والأخرى كي يكون هناك بيده دائما مفاتيح الامور في مناطق شمال شرق سوريا. الان يتحكم بمصير، كما يعرف جميع مشاهدينا، هذه المحطه التي تغذي قرابه مليون انسان في مدينه الحسكه، بالاضافه الى اللاجئين والنازحين المتواجدين في المخيمات الهول العريشه، مخيمات واشوكاني، هناك مخيمات اخرى، بالاضافه الى السكان المتواجدين في هذه المدينه ايضا. هذا يؤثر كما راينا صمت عالمي حيال ما تقوم به تركيا حيال هذه الامور، مع انشغال العالم بفيروس كورونا. هذا ايضا يضاف الى تلك الازمات التي تعاني منها مقاطعه الحسكه على وجه الخصوص، باعتبار قطع المياه عنها يشكل عبئا كبيرا مع انتشار حالتين في الاونه الاخيره لفيروس كورونا. طبعا اذا اتينا الى اسباب اختلال هذا القطع، طبعا الاسباب ليست هناك اسباب، لان من طبيعه الاحتلال التركي، من طبيعه الاخلاقيه، السياسات لا اخلاقيه للاتراك دائما يعمدون لهذه السياسات، وليست المره الاولى كما ذكرت. طيب. هي المره السادسه التي يعمد فيها الاحتلال التركي لقطع مياه الشرب عن بشان قطع المياه. سيد ميرخان، هنا كان هناك حديث عن ان الاداره الذاتيه تعمل على تجهيز ابار لضخ عبرها المياه الى مدينه الحسكه، يعني هذه الآبار هل هي جاهزة يعني لا تزال يتم العمل بها؟ طبعا هناك آبار، كما ذكرت هناك آبار كثيرة، الآبار قسم منها تم تجهيزات الآبار، لكن يحتاج إلى وقت حسب المعلومات التي ذكروها لنا، أنهم يحتاجون حتى قرابة الشهر أو شهرين لكي يتم الذهاب منها بشكل كامل. هذه الآبار أيضا هي كمشروع بديل لمياه محطة علوك، باعتبار الاحتلال التركي بين الفينة والأخرى يتحكم بمصير هذه المياه. هذه المشروع أيضا بدأوا به بحفر الآبار قبل فترة يعني قرابة 4 أشهر، والمستمر العمل في هذا المشروع مستمر. طبعا هذا المشروع كما ذكرنا المصادر أن هناك قرابة شهر أو شهرين سيتم الانتهاء من هذا المشروع، لكي تسلم المنطقة من طبعا الاحتلال التركي وممارساته بين كل فتره واخرى تقوم بهذه السياسات وقطع المياه عن المنطقه. هذا المشروع سيكون مشروعا بديلا عن محطه علوك، بالاضافه الى كان هناك معلومات في الاعوام الماضيه، يعني مشروعا بديلا تقصد بانه عندما ينقطع المياه او مره اخرى الاحتلال التركي يقوم بقطع المياه يعني يعودون الى الابار، ام كيف سيكون بشكل كامل يعني هذه الابار، يعني كيف ذلك؟ الان طبعا في ظل انقطاع المياه طبعا الشبكات الصهاريج تذهب الى تلك الابار وتقوم بتعبئه هذه المياه الشرب لاهل مدينه الحسكه، يعني حين يكون هناك انقطاع المياه عن مدينه الحسكه هذه الابار يتم الان عن طريق الصهاريج، لا الصهاريج هي مياه صالحه للشرب، يتم املاء الصهاريج وطبعا للوصول الى مدينه الحسكه. في حال اذا نجح هذا المشروع سيكون هذا المشروع ايضا بديل، باعتبار هناك ابار كثيره لا نستطيع سدادها، طبعا العدد بشكل كافي ليس موجود عندنا كم عدد الابار، لكن هذه الابار حسب المعلومات هي ابار ستكفي مدينه الحسكه وستكون هي كافيه لمد هذه المدينه، طبعا بالاضافه الى المشاريع التي تغذي مشاريع اخرى هناك في مناطق الشدادة في مناطق العريشه. هذه المشاريع الابار ستكون خاصه مدينه الحسكه والقرى المحيطه بارياتها، هناك مشاريع اخرى تخص شداده واخرى طبعا لانفاء تلك المناطق بمياه الشرب. نعم، اشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به، ضيفي من الشمال السوري الصحفي ميرخان عمادي، اشكرك جزيل الشكر.